رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان قاسم جومار توكايف، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وخلال المباحثات التي جرت بحضور سفير كازاخستان في المغرب وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكازاخستاني، أكد الجانبان عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والقائمة على أسس متينة، مبرزان تطابق وجهات نظرهما إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما أكد الجانبان رغبة المغرب وكازاخستان في تقوية العلاقات الاقتصادية والبرلمانية. ويقوم السيد توكايف الذي يرأس وفدا كبيرا من مجلس الشيوخ لجمهورية كازاخستان بزيارة عمل للمغرب تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.